إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، دعاكم دينكم إلى السماحة في البيع والشراء وفي الأخذ والعطاء. روى الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. هذا الدعاء هو دعاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يدعو بالرحمة لرجل عنده سماحة، ليس عنده إغلاظ، وليس عنده تشدد، وليس عنده تحايل، وإنما عنده سماحة. وفي قوله سمحا أي صارت السماحة سجية له وصار متصفا بها. رحم الله رجلا، ومن أهل العلم من قال هذا إخبار، أي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجل رحمه الله، لأنه كان سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. وعلى كل يرجح الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا، فهذه إذا تدل على أنه في المستقبل، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لهذا الرجل. إن اشترى فهو سمح، وإن باع فهو سمح، وإن اقتضى فهو سمح، وإن استدان فهو سمح، متصف بالسماحة، فالسماحة صارت محتوية عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو له بالرحمة. وهذا الحديث يتطابق مع قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم.
من الناس من إذا باع تراه ينقص المكيال والميزان ويكذب ويغش ويخدع، وإذا اشترى يستوفي. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. جاء عند الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. انظر إلى الحديث الأول رحم الله، وهذا الحديث: إن الله يحب، فالسماحة من أسباب محبة الله جل وعلا، من أسباب محبة الله. وأنت يا أيها المسلم إذا اتصفت بالسماحة فهي لإخوانك، هي لآبائك من المسلمين، ولإخوانك من المسلمين، ولأبنائك من المسلمين. ما عليك إلا أن تطلب الأجر من الله جل وعلا. جاء في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحرم على كل هين لين سهل. إذن الذي يسهل الله عليه، والنار يحرم عليها أن تصل إليه وأن تمسه بعذابها، لأنه لم يمس المسلمين بعذاب الغلا وبعذاب التشديد وبعذاب الاحتكار. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضى، فأغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه شدد وأتى بأقوال غليظة، لأن النبي استدان منه، فهم أصحابه به، هموا به أن يوقعوا به الأذى من قول أو فعل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، دعوه فإن له صولة الحق، هو صاحب حق، له أن يتكلم. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لم نجد إلا أمثل من سنه، أي أحسن. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استدان بكرا وهو الفتي من الإبل. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطوه فإن خيركم، أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء. متفق عليه. انظر إلى خير الناس، إلى خير الناس في المعاملات، هو أحسنهم قضاء. إذا استدنت فإنك لا تؤخر، فإن أخرت وأنت غني فأنت ماطل، مطل الغني ظلم. وأيضا تحل العقوبة
ربك لأنك آكل لأموال الناس بالباطل. وجاء عند الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يا سبحان الله، انظر إلى هذا العمل، عمل يسير من التجار، من يجمع المال لورثته فإذا مات عصوا ربهم وربما تقاتلوا عليه. قدم لنفسك. هذا الرجل أنظر معسرا أو وضع له، يوم القيامة يستظل تحت ظل عرش الرحمن. في ذلكم اليوم الشمس تدنو على رؤوس الخلائق والأجسام ترشح من العرق، العرق يلجمها إلجاما يصل بها إلى مكان عظيم. وهذا الذي أنظر معسرا أي أمهله في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، يقول ربنا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا دينت شخصا وهو معسر فواجب عليك أن تنظره بنص هذه الآية: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإذا تصدقت وعفوت عنه فهذا أفضل وهو خير لك عند الله جل وعلا. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنه قال: عبد الله طلب أبو قتادة غريما فتوارى عنه، أي اختبأ، عليه دين لأبي قتادة، فلما جاء أبو قتادة مطالبا له بحقه اختبى صاحب الدين ثم وجده فقال: يا أبا قتادة إني معسر. فقال له أبو قتادة: الله أنك معسر؟ قال: الله أني معسر. قال أبو قتادة: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس على معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. سبحان ربي، الكرب والأحوال والشدائد تأتي يوم القيامة وتنتهشك من كل مكان ومن كل جانب، فإذا وضعت ونفست عن المعسر، إذا نفست عن المعسر الله جل وعلا ينجيك من الكرب في ذلك اليوم. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان رجل يداين الناس فقال لفتاة
فقال لفتاه: إذا أتاك معسر فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. فلقي الله فتجاوز الله عنه. الجزاء من جنس العمل، من تجاوز في هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا تجاوز الله عنه في ذلكم اليوم، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الرجل له فتى، له عبد يعمل معه، فأمره: إذا أتاك معسر تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. فلقي الله فتجاوز الله عنه. وجاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه عقبة بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد أنه عمل خيرا. قال: وكان يخالط الناس، يبيع ويشتري، فكان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. فقال الله تبارك وتعالى: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه، نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. بعض الناس الذي ركبه الدين لمرض أو لفقر أو ما أشبه ذلك، الدين يأكل قلبه، يكض مضجعه، الدين يؤرقه وهو على فرشه. فمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى تجاوز الله تبارك وتعالى عنه. جاء في صحيح الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء عن عبادة ابن الصامت وجاء عن غيرهما من الصحابة، أنه قال: أتي الله بعبد آتاه الله مالا فقال له الله يوم القيامة ولا يكتمون الله حديثا: ماذا فعلت في الدنيا؟ قال: يا رب، آتيتني مالك وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأتجوز عن المعسر. قال الله: أنا أحق بذلك منك، تجوزوا عن عبدي. فيا أصحاب المال، ارحموا الفقراء والمساكين واطلبوا الأجر من الله. هذا إن كان المستدين استدان لما لا بد منه ولأمر ضروري، أما من أخذ أموال الناس يريد إتلافها ويريد أن يتمتع فهذا لا يعان. فمن فعل ذلك فإنه يعينه على الإثم والعدوان. أقول ما قلت وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد،
فانظروا إلى رسولكم صلوات ربي وسلامه عليه كيف كان حاله في البيع والشراء وفي السماحة والكرم والسخاء إليه المنتهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى منه بعيرا. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فوزن لي وأرجح. في قصة الجمل، وقصة الجمل قصة طويلة، وهذا هو الشاهد. اشترى النبي الجمل من جابر، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، فلما جاء بالجمل نقد له النبي الثمن ووزن له وأرجح، ثم قال: خذ الجمل. أعطاه الجمل وأعطاه الثمن صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا حدث لعبد الله بن عمر كما حدث لجابر رضي الله عنه. وجاء من حديث سويد بن قيس عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبد بزا من هجر إلى مكة، فأتانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فساومنا بسراويل فبعناه. قال: وكان لي وزان يزن بالأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح، زن وأرجح. فهذا فعله وهذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قصة عجيبة من قصص الماضي رواها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السماحة، وفيها مثال يتعجب السامع من هذا المثال. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، أي اشترى منه أرضا، فوجد الرجل المشتري في الأرض جرة فيها ذهب. الجرة معروفة وهي إناء من خزف فيها ذهب. استخرجها هذا الذي اشترى الأرض وذهب بها إلى صاحب الأرض وقال له: خذ مني ذهبك، فإني لم أشتري الذهب، إنما اشتريت الأرض. فقال صاحب الأرض: بعتك الأرض بما فيها. اختصما. هذا على عكس الناس، الناس يتخاصمون من يأخذ، لكن هذا الخصام يتخاصمون كل لا يريد هذا المال يدفعه إلى صاحبه. اختصما إلى رجل، فحكم الرجل بينهما، ويظهر أن الخصام اشتد واحتد واحتدم بينهما حتى وصل إلى قاض. فقال هذا الرجل الذي احتكم إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال هذا الحكم: فزوج الغلام بالجارية وأنفقا عليهما من وتصدقا وأنفقا على أنفسكما منه
انظروا إلى هذا العجب. الآن لو أن شخصا في مقام أحد الرجلين، إن كان البائع يقول صدقت المال مالي، وإن كان المشتري قال لا أنا اشتريت الأرض بما فيها، هذا هو السماح، السماحة، السماحة في البيع. يا معاشر المسلمين، يقول ربنا تبارك وتعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الخير الله جل وعلا يعلمه، ففي ظل هذه الأوضاع وفي ظل غلاء المعيشة المطلوب منا التراحم والسماحة، فإن لم تفعل فإياك من الغش. قال شعيب عليه السلام: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم، أي الأرباح التي أذن الله لكم فيها هي خير لكم من الحرام، لأن الحرام يذهب الحرام ويذهب بأهله. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل السماحة ومن أهل الجود. اللهم أعنا على أنفسنا يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسق البلاد والعباد، اللهم أنبت الشجر، اللهم أنبت الشجر وأدر الضرع وأنبت الزرع يا رب العالمين. اللهم ارفع ما نزل بنا، اللهم ارفع ما نزل بنا، اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم أشغله في نفسه، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية يا رب العالمين، والحمد لله.